السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سماح دياب ودي قناتي. النهاردة إن شاء الله فيديو مختلف، ما فيش كروشيه ولا حاجة. النهاردة هتكلم عن التوليب، إبصار التوليب. يا جماعة، اللي ما زرعش تيوليب يزرع، اللي ما لحقش يزرع الإبصار بتاعت التوليب يلحق. يعني في مصر تقريبا لسه في فرصة، الجو كويس بجد، مش محتاجة أي عناية. أنا زرعتها من أسبوع بالظبط، اللي في مية وكل دوت في أسبوع، يعني ما شاء الله طلع كده، ولا حطيت أي مغذيات، ال ام بي كي متوازن، مفيش الكلام ده، ما حطيتش أي حاجة لا في المية ولا في التربة. اللي في التربة أنا زرعته في بيتموس، يعني جبت البيتموس وحطيت كده بس الإبصال على الوش أهو، ما عملتش أي حاجة. هو تقريبا ديت كده مش هتطلع يعني، فانا يا دوبك بس جبت البيتموس وبليته ميه، يعني حطيت اللي انتوا شايفينه دوت او الحجم ده كده، وبنزرع الابصال. يعني كل ده اتزرع كده، بنزرع الابصال كده بس في التربه. هو من السنه اللي فاتت المفروض طبعا لو احنا اشترينا الابصال بنحطه في التلاجة او المبرد اسبوع، لكن انا كان عندي من السنة اللي فاتت كنت حطيته في شهر 8 في التلاجة او المبرد لحد شهر 11، او 11 انا طلعته. فمش محتاج اي حاجة، اللي هو في مية اهو، مية بس تمام. هو المية بتتغير مثلا كل 3 ايام او حاجة، مش حطلها اي حاجة. اهوت ادي اللي في مية، حطيت له بس الخلة او اي دعامة كده، وبنسقط بس المية، يعني بنحط المية لحد الجذور ديت بس طبعا عشان البصلة ما تفسدش لو وصل ليها مية. واللي في التربة حطيتها في البيتموس كده، وبرده هو اهو الجذور بتاعتها هي اللي من تحت، والفروع بتاعتها كده اهوت. هي طبعا ما كانتش فيها، ما كانش فيها الفروع دي، بس ما شاء الله كبرت بسرعه. طبعا التوليب تحفه، هو ملكه الزهور، ما ينفعش ما يتزرعش. فان شاء الله باذن الله هنزل الفيديو بقى بعد ما يطلع الزهور باذن الله. بس فعلا لازم تزرعوا ابصال يا جماعه. العنايه والرعايه بتاعتها سهله، انا حطاها هنا على الكومودينو، يا دوبك وصل لها اضاءه بس، يعني مفيش اي عنايه رعايه خاصه، مفيش الكلام دوت. واحسن حاجه انها كل سنه هتقعد معاكي، يعني ان شاء الله لما تطلع الزهور هناخدها بعد كده نجفف الابصال ونشيله للسنه الجايه. والابصال لو هي زهره بتبقى عملت 2 او 3، فتقعد معاكي العمر بقى. بس ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشكرا.